صباح الخير، صباح الورد، صباح الحب، صباح الورد الأحمر، صباح المحبة. ناس كل هوني برشا محبة عنا في يفام. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، انتم تسمعوا في أوتو غاديو حتى للعشرة. اليوم في أوتو غاديو باش نحكيو على أول سيارة كهربائية في العالم وقتاش خرجت. باش نحكيو على الفورد إيفريست في تونس. في تونس زادة 65% من سيارات وزارة التجهيز تستخدم لأغراض شخصية. ضيفنا اليوم باش يكون مهدي محجوب، ديريكتور جينيرال هونداي في تونس. في الكونسي أوتو راديو باش نحكيو كيفاش تختار كرهبتك إيسانس ولا مازوت، وشنو دور الكاتاليزور في الكهرباء، وشنو يصير كيف نحيوه. معنا أمين في الرياليزاسيون، إيهاب وسليم في الديجيتال، علي عرود في الإعداد، ومعنا نطخ كرونيكور محمد بن عاشور. مرحبا محمد. بخير ميناس، بخير كل مستمعين على راديو إي إف إم. جايز سان فالونتان. مرسي مرسي، صباح الحب. نتعدي وتسويت تشفى جديد. انتم تسمعوا في أوتو راديو من 9 للعشرة متاع الصباح مع ميلا بن يوسف. في شفما جديد اليوم باش نحكيو على فواتور إلكتريك اللي تصنعت عندها 70 سنة من إنتاج بوجو، وتصنعوا منها كان 377 كهرباء، وكنا شفناها ديرنييرمون في لي ريزو سوسيو في معرض في باريس. وتوقف الصنع نتاع الكهرباء هذيا بسبب لي نازيست اللي وقت اللي احتلوا فرنسا اعتبروها باش تنافس لي فواتور اللي تمشي بالليسانس وبالمازوت، يخي وقفوا الاستعمال الصنع نتاعها. الفيتيس ماكسيمال نتاعها ما بين 70 و 80 كيلومتر في الساعة، وكيف ما قلت لكم وقفوا تصنيعها عام 1942 في الحرب العالمية الثانية. ريتها محمد الكهرباء هذي؟ لا ريتها، ريت لي فوتو بتاعها، مش مزيانة برجة. أي تشبه الكهرباء متاع الوقت هذيك، تحسها بفوتوتيب وخير كما كملتش. خير كيف ما كملتش ليه عليش؟ كان خذيو التكنولوجيا وطفيو. لا تصور كان بديت من وقتها لافواتور الكتريك، رانا توا فما كان الكهرباء الكتريك، راهو يمكن تعديو الحاجة أخرى، تكنولوجيا أخرى جملة واحدة. نتعديو للخبر الثاني في تونس. ألفا فورد لامبورتاتور اوفيسيال دو لا مارك فورد في تونس قدمت ان اس يو في 7 بلاس جديد، اس يو في 4x4، عنده لوك مزيان برشا، لوك روبوست، الكالندر كرومي، لي جونت 18 بوص. ريتو محمد، هاي كهرباء مزيانة ياسر، وكهرباء بنتصرفش تاخذ برشا باغ دو مارشي في تونس. المارشي تاع لي اس يو في على خاطر ديجا رابور كاليتي بخي طيارة، فورد كهرباء ماركة باهية وكهربها مشكورين، دار في لي بيك اب ديجا عام ماخذ اون باغ دو مارشي. بالفورد إيفريست اللي هو يبدا في الإكس إل إس ب 220,000 دينار، اي أبارتيمون الإكس إل تي اللي هو توت أوبسيون ب 260,000. نتصور باش تنحي برشا باغ دو مارشي لي اس يو في الاخرين. موتوريزاسيون ديزل 2 لتر 2 قوته 160 زيله. اي وفيها 4 موتريس فاريابل، حاجه مهمه خاطر سا سخا فري ان فري 4x4 بلوز او موان ان فري 4x4، دونك باش نجم واحد يستعملها. وشفتو مزيان برشا حتى في اللوك مزيان برشا. هما فورد في الديزاين ما عندهم يقولوا في رواحهم برك الله، ماخذين انا دي ديزاينر طياره برك رهبهم الكل. فورد فيستا تشوفها تقول مزيانه مزيانه بالكدا، وزيد مشكوره الفورد مشكوره بالكدا. نورمالمون هذيا حاجه باش انا نصور فورد بالسيوفي هذا باش تقلق برشا ماركات اخرين. نتعداو للاخبار الثالث. للخبر الثالث، حسب تقرير دائرة المحاسبات 65% من سيارات وزارة التجهيز يستعملوا فيها لأغراض شخصية، و45% من الكهرباء هذه ما عندهاش رخص جوالين. وزير التجهيز الحالي أكد المعطيات هذه وقال انها تجاوزات صارت في الاعوام اللي فاتت، معناتها مش فتره بعد ما انتخبوا هو، واللي باش ينقصوا من عدد الكراهب الاداريه. يستعملوا في الكراهب هذه بالطبيعه باش يقضيوا قضيتهم الخاصه، باش يتنقلوا مع عائلاتهم، لو على يمشيوا للبحر، يمشيوا يقضيوا من المارشي. اش قولك محمد؟ والله حاجه تحشم، حاجه تحشم، سورتو انه يجيك وزير ويقول لي صحيح ورانا باش نعملوا على خاطر هذايا مش في وقتنا احنا، هي نورمال حاجه ما تصيرش. انا واحد من الناس راني ضد الكراهب الاداريه، ما فماش كراهب اداريه جمله.
وحاجه بحق فضيحه هذيا، باش انه تسمع 65% من الكراهب يستعملوا فيهم في عوام، وبعد يجي يقول لك ليره واحنا خاطر وزاره التجهيز حاجتها بيلزمها عندها برشا كراهب على خاطر عندها مشاريع لازم المتابعه نتاعها، لازم يتنقلوا، عندهم برشا يمشيوا للمشاريع هذيك لازمهم كراهب باش يتنقلوا بهم. اما هو 65% منهم يستعملوا فيهم شقذي باش يقضيوا من عند العطار باش يقضيوا، و45% ما عندهاش رخص جولان اللي هي الدوله الوزاره اللي هي لازم تكون اكزامبل للمواطن، ما عندهاش رخص جولان على خاطر هما فوق الناس الكل، ما عندهمش شكون يتبعهم، ما عندهمش شكون يعاقبهم، دونك يلسو بيرميت باش يعملوا كل شيء. هو كان يبداو اولا نركبوا دي بيس جي بي اس تاع تخسابيليتي للكراهب تنقص هذه، هما فما دي ميثود نجموا ينقصوا بهم التجاوزات اللي قاعده تصير هذوما، اما احنا حتى حد ما يحب، احنا ساعدنا اوكي خرج وسين ابيل دوفر والكراهب تتباع وتحط ماتريكول تاع الدوله لاسيورونس لا حد شيء. مسكينه تونس هذاش نجم مسكينه كو. تونس نذكركم اللي بعد شويه باش يكون معنا مهدي محجوب ديريكتور جينيرال هونداي في تونس. توا نخرجوا بوب وراجعين. ميلا بن يوسف مرحبا بكم من جديد في اوتو راديو، مازلتم مواصلين معنا حتى للعشره. توا نستقبلوا ضيفنا مهدي محجوب ديريكتور جينيرال هونداي في تونس. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير كل مستمعي اي اف ام. مرحبا بك. اليوم باش نحكيو على نجاح الماركه الكوريه في تونس هونداي. في جانفي 2021 لي فونت بريسكو لي دوبل بالنسبه كي نقارنوهم بجانفي 2020. نجاح هذا سي سيغ وراه خدمه وراه استراتيجية جديده. قبل ما نحكيو على هذا كل، لكن تعطينا فكره على لي فونت نتاع هونداي في تونس شهر جانفي والعام اللي فات. في شهر جانفي دونك هونداي صار تسجيل 501 سيارة مقارنة بعملية 258، معناتها كما قلت بريسك لو دوبل. أكثر حاجة هي ممكن في المبيعات هذه هي الإيديس الجديدة والإيفا مع التوكسون وسانتافي. فبالحق معناتها اليوم هونداي خذت مكانة مرموقة في السوق التونسية. وهذا معناتها ما يكون كان نتيجة العمل، ما فماش حاجة توصل من غير خدمة، معناتها فما كان الخدمة اللي توصل مع الخدمة ما تزيش، معناتها هذوما فما ديزيليمون أكثر من هيك. فما أولا هونداي هو المصنع الأول الكوري، الرابع عالميا، فما فريق عمل على خاطر ما تنجمش تكون الماركة تخدم وحدها، فما فريق ممتاز. اليوم الفريق في هونداي تونس من خيرة ما فما في السوق التونسية في المجال معناتها الكوميرسيال، الماركتينغ، الادمينستراسيون معناتها المالية، المصالح ما بعد البيع اللي هي مهمة جدا، القطاع معناتها تواجد قطاع الغيار، وفما كيف كيف الشبكات التوزيع اللي هي الغيزو. اليوم هونداي فيها 15 نقطة، كانت عندها أربعة، من أربع نقاط ولينا عندنا 15 للتقريب الخدمات للحريف. ومن بعد بيان اونتوندو فما الاستراتيجي اللي هي يسهر عليها مجلس الإدارة اللي اليوم نحييه زاد كيف مع فريق العمل. المجلس الإدارة اللي أعطاها الثقة في الإدارة العامة وخليها تخدم بأريحية باش نجم توصل للنتيجة هذه. فاستراتيجية هي شنية؟ أول حاجة لازم تكون تفهم الكونسوماتور التونسي شي حاجة، لازم تكون قريب له، لازم تكون متفهم، لازم تكون تسمع. فما خدمة في التيران كما نقول. كيفاش تبدلت بالنسبة للعوام اللي فاتت؟ شنو اللي يتبدل؟ خاصة اللي هي معناتها ولات سبقت دي فواتور فرونسيز والموند اللي هما نعرفوا اللي من قبل التوانسة عندهم ثقة فيهم. أول حاجة كما قلت لك فما نقاط البيع، من كنت عندك أربعة ولات عندك 15، من جربة بنزرت معناتها فما 15، دونك مش كيما عندك أربع نقاط بيع كيما 15. فما الفريق العمل اللي كان معناتها اللي ايتي ايتوفي بافيك دي كومبيتونس خارقه للعاده مثلا في العامين هذوما. اليوم نجم نقولوا عندنا الفريق القومي للسيارات عند هونداي، معناتها لي كولابوراتور. فما قرب للحريف، معناتها فما ايكوت خير للحريف باش نفهموا شنو المطلوب منه. واليوم ممكن نجاح الجران ايديس جايه من هذايا، خاطر لا كونفيغوراسيون تاع الكهرباء
شنو تجيب له الحليب، شنو اللي يجبده، شنو اللي وفما كيف كيف خدمه صارت مع المصنع في تقريب السعر. فما نيغوسياسيون دو بري مع المصنع باش نجم نجيبو سياره في احسن معناتها افيك لي ميور كونديسيون دو فون دو بري. اليوم مثلا سياره شعبيه نتاعنا من احسن السيارات على خاطر اللي لا ميوزيك بي دو مارشي. دونك التونسي اليوم يرى في هونداي لو ميور رابور كاليتي بري. وحنا ساهرين ما فماش كان المبيعات. اليوم ما تنجمش تبيع سيارات اذا ما عندكش مصالح ما بعد البيع، وما عندكش قطع الغيار، ما عندكش الغيزو، وما عندكش إحاطة وقرب للحريف نتاعك. صحيح قطاع الغيار مهمين برشا، فما كرهب اللي هما باهين وفيابل وديمارك باهين برشا، لا العبيد ما تمشي لهمش ما تختارهمش على خاطر ما يلقاوش، يقول لك من بعد ما نلقاوش لي بيس. صحيح، وفما حاجة أخرى، فما الفريق العمل معناتها إذا ما يكونش هي حلقة، معناتها اليوم الكوميرسيال ما ينجمش يبيع إذا السيرفيس أبخي فونت ماهوش بيرفورمون. والسيرفيس لابريمونت ما ينجمش يخدم اذا الكوميرسيال ما يبيعش سيارات معناتها. فما هذه الحلقه، فما اون اونتونت بارفيت في ليكيب، فما دي كومبيتونس اللي تحطوا في مكانهم باش اليوم نجموا نحكيوا على ماركه بيان ابلونتي في المارشي التونسي. اش عندكم سنة دي نوفوتي؟ فما كراهب دي موديل جدد باش يجيو لتونس؟ برشا دونك نجموا ناكد لك مانيش نقول لك كل شيء، مي على الاقل كل شهرين اليوم عندكم موديل جديد مع هونداي. بون نجمو نحكيو على الكونا، نجمو نحكيو على تكسون جديده، نجمو نحكيو على الباليساد الكات فوكات الكبير، الايفان جديده زاد كيف كيف. تبعونا وان شاء الله متراو كان الخير. باهي بصفتك الناطق الرسمي باسم الغرفه النقابيه لوكلاء السيارات، نحكيو شويه على الاداءات في تونس، على الكراهب، علاش غلاو هكا بالطريقه هذه. هو معروف معناتها كونه في تونس الاداءات من اكثر الاداءات في العالم على سيارات، سياره صغيره اليوم ابار سياره شعبيه اللي هي تخلص كان 7% تي في اي، اقل سياره تخلص 40% ما بين دوغ دو كونسوماسيون او تي في اي. ف صحيح معناتها اليوم لو بوا دو لا تاكس في سعر السياره نقولوا شاترو اقل حاجه شاترو ماشي كتاكس. فما السيارات الكبار اللي اكثر من 2 لتر 5 ديزل يوصل 110% دوغ دو كونسوماسيون و 19% تي في اي، معناتها 130% اداءات. هذا بالحق معناتها مع الانزلاق الدينار اللي صار في السبع ثمان سنين الاخرانيين، ولا السعر سياره غالي برشا. مالغريكو السياره اليوم معناتها سي لا موبيليتي، معناتها حريه التنقل في تونس اون لابسونس دا معناتها ترانسبور ان كومان يكون بيرفورمان. اليوم سياره احنا نراو معناتها الحريف كي سيارته توقف يتقلق برشا، معناتها ماذا به حتى باش يعملها صيانه، يعملها صيانه هو بحذاها باش ينجم معاش نجم يتحرك. ولات حاجه ضروريه، ما عادش حاجه ما عادش لوكس، ماهيش حاجه ابدا، وحاجه مورد رزق زاد. معناتها اليوم التاكسي لوتوريكو اللوكاسيون دو فواتور لي كوميرسيو كلهم يخدموا بالسياره، وكيف كيف السياره يستعملها باش يترفه، يهز صغار ويوصلهم للمكتب، يخرج يوصلهم للبلاصه، يقضي قضيته. فاليوم يظل ما فما حد اولا إذا عنده سيارة ينجم معناتها يستغنى عليها، واللي ما عندوش ماذا به يقتني سيارة. ومعناتها اللوكس شنو هو اللوكس اللي تستعمله مرة في ندرا قداش اللي تنجم تستغنى عليه، سي سا لو لوكس. أما اسكو اليوم السيارة تنجم تستغنى عليها؟ ما تنجمش حاجة ضرورية. دونك بعيد ياسر على اللوكس، بالعكس ضرورية. باهي حبيت نحكي معاك في حكايه رينيها برشا على لي ريزو سوسيو، ما نعرفش كان في بالك سيغمون، فما ان كليون جاكم اللي عنده كهرباء فيها بتي ديفو جو كوا، ومن الاول قال اللي كيفاش كهرباء جديده مازلت خرجتها لقيت فيها ديفو هذايا وكل شيء، كيفاش تطورت الحكايه من بعد؟ هو صحيح، هو مشكل الورق قوه هونداي. معناتها يظل من بعد الى جبد لي بوست نتاعو الكل وشكر مصالح ما بعد البيع. هو اجمالا معناتها ما فهم احنا سكون ابيل لا لوا دو لا سيري، معناتها وقت اللي تصنع مثلا 1000 حاجه في الكراهب ولا غير الكراهب لازم فما واحده ولا اثنين في كل 1000 هذوما تصير فيهم مشكله، وهذاك علاش فما الضمان. اليوم اذا نعرفوا السيارات تخرج
والا تلفز والا تليفونات تخرج من غير ما فما مشاكل ولا دونك نبيعوها من غير غارونتي نقول لك 100% ما فيهاش مشكل بقينا في المشكله كي كومون اون رياجي وكيفاش نحلوا المشكله وهذاك اللي ظهر معناتها اقل من 24 ساعه صار حل المشكل والحريف معناتها بالعكس في عوض يكون متغشش ولا يشكر في شركه هونداي وهذايا كيف كيف احنا معناتها هذه القرب للحريف وسمعان للحريف وقطع الغيار الموجوده في سياره جديده في غضون 24 ساعه 48 ساعه رجعت الحريف واحنا نفهم الحريف على خاطر نو سولمون حريف كرهبته جديده وزيد اوتو ايكول معناتها مورد رزق نتاعو فهذاك علاش تكتلت كل المصالح ما بعد البيع وصار تسليم السياره في اقرب الاجيال ونعاود نقول اليوم ممكن هو زيد شويه معناتها كثر علاش كان هونداي ما قبلتش باش تصلح له هو انتم تعملوا عادش. هكا للناس الكل مش كان للي لا هو الناس الكل هذه قوه الخدمات فهو ممكن كان هونداي ما قبلتش باش تصلح له والا قالت له ما عنديش قطع غيار ممكن يكون الرياكسيون نتاعو تكون متفهمه اما اليوم هونداي صلحت له سياره في وقت معناتها ريكور والحمد لله هو معناتها الى ميم ريميرسي لو سيرفيس ابري فونت وما يسالش احنا الريزو سوسيو ولي ريكلاماسيون من نجم يكونوا كان يحسنوا الخدمات واحنا الهدف نتاعنا تحسين الخدمات اليوم ديما نقارن السياره مثلا مطعم والا بوتيل الناس كل عندها ماكله باهيه الناس كل اما الخدمات هي اللي تفرق تنجم تكون عندك احسن كوجينه واحسن طباخ مي سيرفور ما يفرحش بالحريف ما عادش ترجع وتنجم تكون عندك ماكله متوسطه من الحريق السيرفور كي تخلط له يبدا فرحان بيك ويبشبش بيك ويسميك حتى باسمك فتولي هذا هو معناها فما علاقه واحنا ديما نقولوا علاقه مع الحريف ما توفاش وقت اللي نسلموا له سياره تبدا وقت اللي تبدا سياره على خاطر ممكن سيرفيس كوميرسيال يبيع السيارات الاولى اما سيارات البعض يبيعهم هما مصالح مع بعض البيع على خاطر سمعه الشركه تكون عن طريق مصالح مع بعض البيع وحلل مشاكل الحرفاء. يعني هونداي قريبه برشا للي كليون تاعها لي ديفو هذوما زاد نحب نقول اللي هما يصيروا معناتها ديما احنا في اوتو راديو ديما نحكي وديما تلقاهم سورتو لي موديل جدد ساعات تلقاهم 10,000 كهرباء خرجت في رابيل لي رابيل يعاودوا يرجعوهم يرجعوا الكهرباء هذوكم يصلحوهم فيهم دي ديفو معناتها تصير وهي قوه من قوات زاد هونداي اليوم الغارونتي في هونداي سي 5 سنين معناتها اليوم صارت لك مشكله تنجم تصير لك بعد جمعه تنجم تصير لك بعد 3 شهور تنجم تصير لك بعد 3 سنين الضمان ديما موجود باش بور بالي معناتها باش يحل المشاكل هذوما والحريف ما يدفع حتى مليم فبالعكس الضمان هو موجود باش يبخون شارج لي ريباراسيون هذوما. باهي شو تقول توا للي يسمعوا فينا اللي يحبوا يشريوا كرهب هونداي؟ اليوم اول حاجه الهونداي معناتها الوفر اون جام دو فواتور بون من هنا لاربع خمسه شهور اخرين باش تبدا تكون الجام كلها كامله ان شاء الله من 29 مليون سياره شعبيه و500 حتى بون 300 و400 مليون اما كل 10 ملايين تلقى صنف معناتها عندك سيارات ب 40 وعندك سيارات ب 50 وعندك سيارات ب 60 وعندك سيارات ب 70 ف للكل معناتها لي بورس معناتها ولكل الاذواق من هنا ان شاء الله نوعد حرفاء تونس باش يكون عندهم اون جام بيان فورني وللكل لي بورس مع الخدمات الكل هي بيدها كل يشري سياره ب 29 كما يشري سياره ب 100,000 دينار حريفنا اليوم معناتها فوق الراس والعين على خاطر هو سي لومباسادور دو لا مارك اليوم هو يشري سياره غدو يشري نجم لامه لبوه لاخته لزوجته فكل حريف مهم في عينين هونداي. شنو الخطوات توا جايين اللي باش تحافظوا بهم على المرتبه الاولى هذايا؟ اولا ديما فما ديفلوبمون تاع الريزو ان شاء الله من هنا لاخر 2021 نكونوا في عود 15 نولي 20 اجونس كيف كيف معناتها على التيريتوار كامل مش كان تونس العاصمه مرورا مهديه مثلا تحل ان شاء الله نهار اثنين نهار ثلاث قروان حلت سيي قابس
دونك فما الانتيريور نتاع تونس وفما تونس العاصمه اللي هي تقعد ديما اكثر فما اكثر سكان واكثر طلبيه وسورتو اكثر ليسيج على خاطر كل ليسيج نتاع الشركات الكبار كلها في تونس حتى لو كان مثلا السيارات تحوس في داخل تونس المربط نتاع الشركه تبدا في تونس العاصمه كيف كيف نعدوهم بون جام تري اتيرانت و attractive avec les options et les prix و خدمات من حسن الى احسن وحنا نوعدوهم زاد باش يكونوا اليكوت واي حاجه تنجم تحسن الخدمات احنا ليها وموجودين باش نقدموا بها. محمد بربي سمادي عندي سؤال، فما حاجه نحن نعرف اسكو هونداي قاري حساب وتخمم في حاطه في البروجي dans un futur proche باش تدخل في اللوكاسيون فونت، حاجه مهمه ياسر في تو حاله البلاد في الصعوبات اللي تعيش فيها البلاد والعباد والتونسي اللي باش يشري ماشي تصعب عليه. اللوكاسيون فونت سهل له برشا حياته، ونتصور لي بخومي كونستركتور لي بخومي هوني كونسيسيونير باش يوفروها باش تكون من اقوى واقوى لي زارغيومون دو فونت بالنسبه ليهم. انت يظهر لي فما شكون نحكي لك حكايه. لا والله لا ما لا تبعون فما منها دوك مش هاي مع اتخافير ان بارتنير ما نحبش نسميه اي لا خاطر شوفي اون كارت دو ليكواسيون لي بانك بالنسبه لان نجيب باش نشري نلقى روحي باش نشري ديريكت انتم فوز علي فوندغ فوتر برودوي. نفسر لك حاجه قانونيا ممنوع في تونس باش نجم تبيع سياره بالتقسيط الا بور لي بروفيسيونيل اللي يخدم بالسياره. اليوم مثلا لوكاسيون دو فواتور التاكسي لوتو ايكول عندك الحق باش تبيع له على خاطر هي مورد رزق يدخل منها معناتها سي بور انكوراجي لومبلوا. اما ما عندكش الحق تبيع مثلا الخاص سياره بالتقسيط على خاطر باش تولي بوسي فيغ لا كونسوماسيون. هذا ممنوع معناتها بالقانون التونسي. مادام فما حل بين الزوز وان شاء الله ان شاء الله ما اكثرش من جمعتين ثلاثه تسمعوا به. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ميرسي. فريمون سي فو زيت لي ليدر شابو في هال باش نكونوا ان شاء الله ليدر افيك ان بارتنير مش احنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق بون كونتينياسيون. بارك الله فيك على حضورك معنا. مهدي محجوب ديريكتور جينيرال هونداي في تونس. انا فرحانه كنت ركبت في الطيار باش نروح بولدي مش باش نقعد غادير. رصت لي غاديك بيت تحت قنطه مع الخمسة ونص تاع العشية يجيني أبيل انكوني. ألو ألو يا رمزي يا رمزي. فما حس وعياط فما نفس يدخل ويخرج أكهر ما تكلم حتى كلمة. أنا في إيطاليا هم عملوا لي تليفون قالوا لي راهو رجلي مات حمص على ولده. تعرضت لتحايل براكاج سرقة ولا عشت تجربة سجنية وتحب تحكي حكايتك؟ كلمنا على 58 550 720. شاركنا تجربتك في نهجة تريبيونال الانترفيو السبت والأحد من مالي ساعتين المع ثلاثة مع جيهان بن عبدالله على إيافام أحلى راديو. انتم تسمعوا في أوتو راديو من 9 للعشرة متاع الصباح مع ميلا بن يوسف. مرحبا بكم من جديد في أوتو راديو. توا باش نتعديو للكونسي أوتو راديو مع محمد بن عاشور. اليوم باش يحكي لنا على شو باش يحكي لنا محمد؟ اليوم ميلا باش نحكيو على الكاتاليزور والاهميه بتاعو. هو انا والله قد ما حاولت تزيد تعمل غوشيخ شو نبسط الاهميه بتاعو وحاجه مهمه ياسر ميمسي برشا عباد تستهين بيه ونستسهل وتنحيتو ونمشيو بال موش حاجه مو اسونسييل للكهرباء برا اون ليميني ونكسروه ونبدلوه. واحد هذه حاجه تاسف برشا كي تشوف لو نومبر تاع العباد اللي يعملوا فيها. دونك باش نحاول اليوم ان شاء الله نوعي العباد وان شاء الله نحاول زاده نفسر الاهميه بتاعو. دونك باش نبداو الواحد وحنا الكهرباء كي تبدا تخدم تعمل اون اكسبلوزيون تخرج دي غاز. الغاز هذاك إلي كوليكتي من كوليكتور ديشابمون ويخرج في ثنيه طويله من الموتور حتى للبرا. دونك باش نلقاو في ليني ديشابمون باش نلقاو ان سيغتان مومون الكاتاليزور هذا استحقوا له لي فابريكون تاع الكراهب باش ينقصوا من النوسيفيتي من الخطوره تاع لي غاز اللي يخرجوا من الموتور. من الاول ما كانش موجود ومن بعد تبدلت لي نورم دو بوليسيون في العالم بشويه بشويه. دونك تلزوا يستحق لقاو الحل تاع الكاتاليزور
ومن بعد زاد مع الكاتاليزور زدنا صوند لامدا، ومن بعد حتى وصلوا فما كراهه بالديزيل اجبروهم باش يزيدوا مع الكاتاليزور الفلتر بارتيكول، وهذوما الكلهم لوبجيكتيف تاعهم انه الكهرباء تكون اقل ما يمكن ملوثه للبيئه، على خاطر اكتشفوا العلماء والطب انه لي بارتيكول اللي تخرج فيهم واللي غاز تخرج فيهم يوصلوا حتى يضروا يعملوا الكونسير لطف عليكم للعبيد. والإيدي دونك الكاتاليزور هو سان ديسبوزيتيف هو تصير فيه اون رياكسيون شيميك هي كيما المرميتة اللي هي سيلونسيو نورمالمون باش تنقص الصوت تاع الكهرباء، هو تجي قبل اقرب ما يلزم من الكوليكتور من الموتور باش ينجم يتحمل توصل له برشا سخانة. والكاتاليزور هذايا معبي بالسيراميك، والسيراميك هذيك امبريني وكلها مفشفشين عليها ولا مغطسينها في دي ميتو بريسيو اللي بالسخانه كيفاش تعدى فيهم الغاز اللي خارج من الموتور يتبدل ويولي غاز اقل نوسيف. دونك احنا الكاتاليزور هذايا علاش فيه كوم فيه دي ميتو بريسيو سي بور سا هو ديجا غالي صحيح، اما التكنولوجيا قاعده تتطور وكل يوم لي فابريكون واللي يصنعوا في الكهرباء قاعدين يحسنوا فيه وقاعدين يزيدوا في الدوغي دو في بتاعو حتى لين بلوز او موان فما دي موديل كاتاليزور يوصل فيه هو في الخبا بارتيكول يوصلوا حتى ل 300 كيلومتر. باهي الكاتاليزور هذيا ما يبدا ما يكون افيكاس كان كي الكهرباء تبدا سخونه، يعني ما في اللي كوخ تخاجي مثلا تخرج من دارك تمشي في سافيس على العطار ولا سوبيغيت ولا واحد هذا ما يخطفش، خاطر لازم الكهرباء البارتي اللي هو موجود فيها تخلط 130 150 درجه. باغ كونتخ من بعد نجمو وقت تلانسي كهرباء سوغ ان لون تخاجي يسوفي تسخن الكهرباء يولي ما عادش يولي يخدم يولي افيكاس. اي افيك سا بوما فما دو سورت دو كاتاليزور، فما الكاتاليزور في الكهرباء ليسونس اللي هو كاتاليزور 3 فوا يعمل 3 رياكسيون شيميك باش ينقص من الخطوره تاع لي غاز ديشابمون، فما الكاتاليزور دو فوا تاع الكهرباء المازوت اللي قلت لك ايزون ايتي اوبليجي زاده عليه هو باش يزيدوا ان فيلتر بارتيكول اللي هو بيدو لو فيلتر بارتيكول بشويه بشويه تو بريسك تو لي كونستركتور لقاو روحهم باللي نورم انتي بوليسيون اللي امبوزي من الدول سورتو ان اوروب وامريكا قاعدين يركبوا حتى في الفيلتر بارتيكول على الكهرباء الكاتاليزور شنو يعملوا له؟ ما قلنا فسرنا كيفاش يعمل شنو هي سين رياكسيون كيميك، عملنا بعد زادت التكنولوجيا ركبت وقت خرج السيستيم دو دياغنوستيك امباركي زادوا صوند لامدا قبله هو صوند لامدا من بعده هو اللي هي تخلي الصوند لامدا تعطي اون انفورماسيون للموتور راهو قداش التو دوكسيجين اللي خارج، وهي من هذيك تعطي للكالكولاتور المعلومه باش تزيد ولا تنقص في الانجكسيون تاع ليسونس في الشامبو دو كومبستيون. هي تظهر كومبليكي الحكايه مي هي تكنيكمون هو لوبجيكتيف انه الكهرباء تخرج لو مينيموم تاع هواء يلوث ومخطر للعبد ومخطر للطبيعه. يا سيدي دونك الصوند لامدا هذايا قلنا حطينا واحده قبل وواحده من بعد، احنا كي يجيو العباد يتهلك الكاتاليزور اللي هو حاليا توا ماجوريتيرمون نحكي في تونس الموين تاع الدوغي دو في تاعهم 120000 150000 كيلومتر، اما كونسومو غالي برشا عباد كي يتهلك لهم تخرج لهم الفويون في التابلو يمشي للميكانيسيان يقول له هذاك غالي ويقول له اجي تنحيه وراه ماهوش ما يصلحش. صحيح هو كي نحيو الكهرباء باش تقعد تمشي، اما الكهرباء باش تولي تكونسومي اكثر، وحتى لو فيت اللي يجي يقول لك الكهرباء باش تولي اقوى غلط، هو ماهيش مش خاطر باش كانت 4 شوفو كيفاش نحي لها الكاتاليزور باش تولي 6 شوفو باش تولي تخش عليك عندك بي ام، هذا ماهوش صحيح، فما اون بويسونس تزيد شويه صحيح، اما حاجه ان فين باغابوغ اللي كي تجي تخمم انت كي تنحي في شنو قاعد تضر؟ قاعد تضر في الطبيعه، قاعد تضر في العباد، وحنا نعيشوا في العاصمه فما برشا بوليسيون برشا كراهب، دونك هذه لطف يا ربي نجم جرت هو عباد تمرض بكونسير فما دي حتى دي نيسونس بريماتوري جرت هذه الكل، دونك نحاولوا نكونوا واعيين وما نمشيوش للسوليسيون اكستريم اللي هو ان نحيو الكاتاليزور وما عادش يهمنا، خاطر الناس الكل تخم كان كل واحد يخمم في روحه ما نقدموش. تقول انت الكهرباء مانيش باش نضر كهربتي كيف نحيها، ما انت باش تضر صحه عباد اخرين. صحيح صحتك انت زاده تبدا في السوسول انت داخل كهربتك والباب تاع السوسول مسكر والشابون يخرج في الهواء هذاك انت ماك تشمو ولا باش تطير من كهربتك وسط على دارك باش تشمو، دونك احنا نكونوا واعيين. حاجه اخرى اللي توا
كم لي نورم ماشيين يصعبوا تاع لي انتي بوليسيون وقلنا زيدوا حتى لو فيلتر بارتيكول في الكهرباء الفيلتر بارتيكول هو كي ليبونج ليبونج هذه تشد لي بارتيكول فين اللي الموتور ما يحرقهمش وتخليهم من بعد بالسخانه تحرقهم وتعديهم مره اخرى في الكاتاليزور باش يخرجوا ولذا هذه الكل التكنولوجيا باش الكهرباء تنقص باش يعاونوا قبل ما تفسد نقول لك واحد باش تعاون الحاجات هذوما لي سوند لامدا يعطيو دي انفورماسيون للكالكولاتور الكالكولاتور يحكم في الموتور تاع الكهرباء دونك احنا كي نحيوه الكهرباء تولي فما ديزانفورماسيون ما عادش تاخذ فيهم ودونك تدخل بعضها راهو الون تيرم غيالمون راهو حتى الموتور تاع الكهرباء ينجم يضر يعني احنا تجينا باش نربحوا باش سيدنا ابو ربيه هذه لازم نفهموها باهي توا احنا كيفاش نعرفوا كيفاش نعرفوا الكاتاليزور تاعنا بدا يتهلك كيفاش نعرفوا الكاتاليزور تاعنا يتهلك هو ساعه ديجا البيرفورمانس تاع الكهرباء ينقص تحس فما امونك دو بويسونس راهو مخنوق وشنو ولا ساعه الموتور يولي يقص تحسها تحب تسكت الكهرباء ما تسكتش كومبليتمون من التور مينوت يتيح تحسها قاعده تخنق وتعاود ترجع وفما زيد يولي الكهرباء تولي تخرج برشا دخان ومن الحاجات اللي تدل انه الدخان هذاك تجي للكاتاليزور تخنق هو انه يولي فما ريحه كي العظم الفيست حاشيك ولا ريحه كبريت نودور دو سوف خارجه من الريحه هذوما يدلوا انه الكاتاليزور قاعد يتهلك باهي الكاتاليزور هذايا نجمو نستحفظوا عليه نقول لكم كيفاش هو شنو الحاجات اللي تخلي تزيد تهلك بسهوله قلت لك راهو توا فما دي مارك وصلوا الدوغي دو في تاع الكاتاليزور حتى 300 و 450 الف كيلومتر على خاطر لي تكنولوجي ماشيين يتقدموا ولي كالكولاتور ماشيين يزيدوا يعطيو دي زانفورماسيون تاع اقل ليسونس اقل هواء اكثر هواء اقل ليسونس دونك موجوده دونك نوسعوا بينا وتو تجي الحاجه اللي تهلك الكاتاليزور انه نمشيو بكهرباء نبداو في بالها بها في بالنا بها تاكل في الزيت خاطر الزيت هذاك كي تعدى في لين ديشابمون يدخل في الكاتاليزور ويقولنا هو معمول كيما الغيش تاع النحل يسدها وكي يسخن يزيد يتحل يزيد يمشي الزيت كي تنسخنو يمشي يزيد يسوديلات فمولا يتعدى فيها الماء تاع الغوفخوديسمون كيف تبدا الكهرباء عدها باش تعمل جونتكولاس وحنا نكملوا نمشيو ما يساعدش هو ديجا نورمالمون نعرفوا مش نتحفظ على كهربتنا ما عادش نزيدوا نمشيو بها ولا كي تعدى ليسونس مش محروق ولا نصبوا ايسونس مش باهي هذوما الحاجات نجموا يهلكوه باهي اليوم توا كيفاش نجمو باش نحاولوا نستحفظوا على الكاتاليزور تاعنا اكثر شويه نساع نحاولوا من نصبوا الاسانس باهي ونصبوا كان نجمو ساعه دي برودويك اللي ينظفوا الموتور يقول لك نيتوي انجكتور هذوكم يحرقوا لي بارتيكول اللي محصوره في الكاتاليزور وساعه بعد كيما قعدنا بيريود ندورنا في سنتر فيل ساعه نعملوا دي لون تراجي خاطر لون تراجي كي نوصلوا الكهرباء او دولا دو 3000 تور مينوت بوندون 20 مينوت Le catalyseur yusron a une température assez importante pour éliminer les fausses tout le col viaudi se régénère. Voilà, هذا هو الكاتاليزور هذه اهميته وراهو ما نستهينوش بها على خاطر صحتنا وصحه حتى اولادنا حتى اللي توا مخمم في روحه خمم في اولاده اللي باش يعيش فيها على الارض هذه خمم في روحه خمم في اولاده خمم في عائلته خمم في العباد الاخرين وفي كما قلت انت في البيئه بصفه عامه sinon شو باش تحكي لنا في كونسي اوتو راديو والله في الكونسي والله في الكونسي هو الحق تاع ربي ماهوش كونسي خاطر هو كل واحد حر في شنو باش يشري اما انا قلت اليوم نحاولوا نخموا وقتاش نحاولوا نسهلوا باش نعرفوا وقتاش نشريو كهرباء ليسونس وقتاش نشريو كهرباء مزبوط هذا سؤال ديما يتطرح علينا في اوتو راديو ديما العباد تحب تعرف شنو تشري كهرباء ليسونس ولا مزبوط أنا الحق تاع ربي وهو هذا رأيي الخاص يعني أنا مش نعطي رأيي وكهو فيه خاطر هو قلت لك تقعد ديما كل واحد حر في اختياراته أنا جو سوي بوغ أنو الناس كل جينيرالمون إذا ماكش ديستيني باش تهز بالكهرباء هذيك حاجة ترزان ولا باش تعمل ديما دي لون تراجي أنا جوب ديما بوغ لا فواتور إيسونس الكهرباء إيسونس مبدئيا هي ديجا أرخص في السوق خاطر تاخذ موديل في ليسونس وموديل في المازوت فما ديما المازوت اغلى لونتروتيان تاع ليسونس ارخص لونتروتيان تاع المازوت اغلى لي بيس ميكانيك تاع الكهرباء ليسونس ارخص دونك هذه فما انا نحسهم ديجا تخوا زارغومون واليوم حاليا تو ناخذ كيما بلادنا تونس ليسونس والمازوت السومو في الكيوسك ما عادش بعيد على بعضه هو حتى البرا يجيك يقول لك راه باش تولي باش توصل تاخذ تخمم باش تشري كهرباء مازوت اباغ بوغ ان يوتيليتير ولا كاميون ولا تراكس هذوكم الكل نحكيو بوغ ان فيكول بارتيكولي ما توصل تخمم باش تشري كهرباء مازوت الا ما تبدا متاكد لي انت باش تفوت 30 و 35 الف كيلومتر كل في العام احنا في تونس نعملوا فيهم خاطر احنا نستعملوا اكثر كرهبنا اما غيرمون كي تجي تشوف انت كان الفيدونج تاع كهرباء ايسونس اكزومبل تتكلف 200 الف والفيدونج تاع كهرباء مازوت تتكلف
تتكلف في 400-450 اللي هذه الناس كل تعرفها. صحيح الموتور المازوت اصعب اصح هذه حاجه صحيحه، اما غير الماء اللي باش تربحوا 200 وشويه فرانك في بينات السوم ليتر في نفس لي ديستانس هذوكم اسكو جيو في حق الفينيات اللي هي اغلى، في حق لونتروتيان، في حق اللي قدر تضرب قطعه في الموتور اللي هي اغلى برشا، يعني كل شيء اغلى في الكهرباء مازوت ريسك في كل شيء. هو كي تجي شوف هاني قلت لك راهو كهرباء كهرباء مازوت ما يكون ما تكون افيكاس وما تكون بالحق تعملت اون ايكونومي حقانيه الا سيك ان يوتيليتي خاطر باش تهز الرزين ولا باش تعمل دي لونتراجي. كان تعرف روحك انت باغ اكزومبل تسكن في حمامات وكل يوم باش تعب تخدم في تونس هذا نفهم، اما تسكن في تونس في اللاك وتبيروك في المنزه ولا واحد وتشري كهرباء مازوت الضر الضر في الضر في البيئه الضر في البيئه هذه حاجه ونحاولوا نكونوا ما نخموش كان في رواحنا، وحاجه اخرى راهو لو كان غيال ماكش باش تلقاه اللي باش تربحوا في بشويه بشويه كل ما تقف في الكيوسك باش ترجعوا في اول فيدونج وباش ترجعوا نهار باش تخلص الفينيات وباش ترجعوا نهار هذه الكل باش يعاود يرجع. دونك حقيقه نحاولوا نخموا انه كهرباء مازوت نشريوها فريمون وقت اللي احنا اون في دو لون تراجي خاطر هو ديجا المازوت ما يحبش لي تراجي كور. دونك محمد ينصحنا باش انا واحد من الناس ننصح تشريو كهرباء ايسونس. نذكركم اللي تنجموا تعاودوا تتفرجوا على الكونسي اوتو راديو على الباج يوتيوب اي اف ام تي في اوتو راديو. توا نخرجوا بوب وراجعين مع ميلا بن يوسف. مرحبا بكم من جديد في اوتو راديو، مازلتم مكملين معنا حتى للعشرة. توا محمد باش يعطينا طرق كيفاش مش عربي مرسيدس pour la Saint Valentin عملت un spot publicitaire sympathique. شو قال لك les 5 meilleurs moyens de prouver son amour avec une Mercedes. كيفاش ترا قول لنا نبداو لهنا اللي تهدي لها مرسيدس نبداو لهنا هما ما قالوهاش اكسبليسيتمون بعد قالوا هذاك حابوا يقولوا lui offrir une journée détente وفي السبوت تشوف دي لي SUV تاع مرسيدس يعملوا دي اور بيست ولا lui offrir une course sur un circuit وتشوف لي برلين تاع مرسيدس ولا lui offrir une journée de ski وهوني تشوف لي مرسيدس كاتر موتريس يسيركول في السكي خاطر عندهم اون تري تري بون ادورونس ولا lui offrir une danse ولا هوني يوريو لي روتستر تاع مرسيدس يعملوا في الدريفت. هي سامباتيك قلت لك هي زريقه اللي ما شريوش لنسيهم صاحبتهم مرسيدسات ولا حبوا يقولوا هاكا المرسيدس حتى كان ما عندك صاحبه تنجم تعمل معاها جوغني راس راس. وفما فورد عملت انيشيتيف مزيانه برشا اللي هي مشيت للعباد اللي يخدموا نهار سان فالونتان وما ينجموش ياخذوا كونجي نحن معناها نحن احنا ما عم جاتناش فرد خافوش يعملوا لنا كادو للي لي سيرفور لي ريسبسيونيست تاع لي زوتيل وكل شيء ويزون وشافوا لهم خذوا لهم كونجي مع 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 رفيتهم وتجيهم اون طونك سيربريز تجيهم سوا كان هو يخدم تجي صاحبته في فورد فيستا جديده حمراء وتهز وديني وشانديل وكان هي العكس حتى هذه ايدي سامباتيك. فما فيات ديما في سان فالونتان تعاود تجبد ديما على الفيات نتصور فيات 500 هي برشا ديما في سان فالونتان فيات الفيات سوفوكاليز على الفيات 500 وهي ديجا انا والله ما لقيتوش الارتيكل وين اما كيلكو زاني التالي هبطت سونداج دار فيات اون اوروب وقالت راهو اكثر كهرباء باعتها هي في سان فالونتان هي الفيات 500 هذيك هو هاكا السنه عاود انت عملت السنه مازلت راني محصول هوني باش نعرف تهدي فيات فورد مرسيدس شوكولاتة. ميرسي محمد والله نصائح باهية برشا معناتها تنجم تنفع برشا عباد يحبوا يشريوا كادو ينجموا يشريوا كادو كهرباء. هكا وصلنا لاخر اوتو راديو. ميرسي امين في الرياليزاسيون سليم وايهاب في الديجيتال علي عرعود في الاعداد محمد نوتخ كرونيكور ميرسي بوكو ميرسي كنت معكم ميلا بن يوسف ميرسي نتمنى لكم عيد حب سعيد.